ترى ما هو المغزى ومن المستفيد ولماذا هذه المضايقات بحق أهلنا من أبناء العراق الجريح الذين يتوجهون إلى مدينة الطب وتصدمهم المبالغ الضخمة المفروضة عليهم إلى جانب أدوية باهظة الثمن؟ السلام عليكم. اليوم في زيارة مستشفى الشهيد عدنان في جناح الكلى. للأسف المرضى هنا شقد فحوصات مالتكم؟ شقد احكي؟ اقل فحص 200 و250 سيد. هذا شقد فحصه؟ هذا 250. وهذا؟ البقيه على 50 و75. 50 و250. زين. هذا فحص، هذا الفقير يموت يعني. انت شقد فحصه؟ هاي بيش الابره؟ هاي الابره؟ ابره بثمان اوراق. ابره بثمان اوراق. يعني مليون دينار هذا الرجل يموت اذا هاي ما يضربها. وهذا والده. وبعد شنو الفحوصات الغالية عندك؟ هي هاي الأبرة وهم عدد تحاليل والعايل. فوزيرة الصحة خلي تشوف الناس الفقرة بكان ما جاي تستورد. استغفر الله يا رب وتوب لك. هاي الفحوصات انت مريض، هاي الفحوصات شنو؟ بيش أسعارهم؟ كلها غاليين. كلها غاليين؟ ايش قد؟ والد مع الخزع 250. يعني أقل شنو؟ أقل؟ اقل فحص 200 و 200 و 50 و 70 و 75 جد 250